السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم. بدنا نتكلم عن أمور بسيطة جدا، يعني بالـ OSPF اللي هو Open Shortest Path First. طبعا موضوع الـ OSPF موضوع معقد، لكن إحنا راح يعني نعمل Configuration لأبسط شيء بالـ OSPF. ننتقل للراوترز تبعونا. من المرة الماضية من لما عملنا Configuration للريب، بس عملنا ديليت ل الريب بروتوكول، وحاليا لو حكينا انه شو راوت او رن شو راوت، لو حكينا له رن شو راوت، ف بتلاحظ هون ما في عندي غير الدايركت واللوكال، لكن انا بدي اعمل كونفيجريشن للاو اس بي اف. ف اذا انا كنت قادر اني اعمل رن بينج 192.168.1.2.2، فانا يعني عندي امكانية اتصل ب 2. كمان بقدر اتصل ب 10.1.1 او 10.2.2.2، يعني اللي هو لوب باك انترفيس نو راوت تو هوست، يعني انا ما غير قادر على الوصول له. ليش؟ لانه ما في عندي بالراوتينج تيبل اي معلومة عنه. أذرًا. فبهي الحالة أنا كل اللي راح أعمله إني راح أشغل راوتينج بروتوكول، فبدي أحكي له set protocols OSPF interface. طبعًا بدك تحدد الأريا أو تحكي له edit protocols OSPF، بعدين بتدخل هنا بتحكي له أريا كذا. طبعًا بدك تبدأ بالأريا زيرو، أريا زيرو interface، ممكن تحكي له all عادي ما في مشكلة، يعني كل الانترفيسز يعني ضعهم في area zero. يعني هاي شغلة منيحة، لكن التفصيل افضل. ليش؟ لانه ممكن يصير في عندك اخطاء، ممكن تحط انترفيس خطأ في مكان اخر. فلو حكيت له loop back zero بس، يعني هاي اللي انت بتحتاجه. كمان بدي احط الـ EM0 ونحكي له كومنت. ننتقل للراوتر اللي بعده وبنحكي له set protocols OSPF area 0 interface loopback 0، وكمان بدنا نحكي له EM0 كوميت. طيب الان نحكي له شو راوت او رن شو راوت، رن شو راوت. الان صار في عندي او اس بي اف، هاي موجوده هون. الاو اس بي اف هاي اللي هون معروف علشان البروتوكول كاو اس بي اف بس. اما الآن ما في عندي شيء، يعني المفروض يكون في عندي على الأقل OSPF واحدة اللي هي تبعت loop back interface. أجي هون أشوف شو راوت، لكن ما تم إعلانها. تمام. الان احنا وصلتنا الراوت، يبدو انه كان في عملية يعني تبادل المعلومات. طب لو حكيت له شو او اس بي اف نيبر، طبعا بما اني هون يعني في علاقة بيني وبين الاخر اللي هو 10.1.1.1 اللي هو هذا اللوب باك انترفيس تبع ار 1، فانا بعلاقة معه والعلاقة فول، يعني كل اموري تمام. لو حكيت له انترفيس، فانت بتلاحظ هنا انه انا الدي ار، انا الديسيجنيتد راوتر، انا اللي مخزن علي كل البيانات. ليش؟ لانه هاي براودكاست اريا، نعرف الايثرنت هو براودكاست اريا. وهون لو حكيت له شو اس بي اف، لا هون بس عذرا، يعني الدي ار هو ار 1
هون ليش الستيت لمين؟ لا الدي ار، هاي شايفين ستيت دي ار، انا الدي ار، انا الدي ار. ليش؟ انه هاي الدي ار اي دي، البي دي ار اللي هو راوتر ار 1، البي دي ار اللي هو باك اب ديزيجنيتد راوتر هو ار 1 انترفيس. لاحظوا هنا انه في عندي البي دي ار، وضعيتي انا بالبي دي ار، على اللوب باك انا دي ار بس اصلا ما في. لكن هون بتلاحظ انه انا مشغل او اس بي اف على اللوب باك انترفيس، يعني انا قاعد بعمل بروسيسنج لعملية الاو اس بي اف على اللوب باك انترفيس. فيفضل اني ادخل هون واحكي له انه كلوب باك انترفيس انت باسف، او لو اجيت هنا شوف don't run OSPF، يعني ما تشغل OSPF وتعمل لي حسابات عليها لأن أصلا هي loop back. فهي شغلة جميلة تقدر تعملها وتستفيد منها وتوفر على حالك processing. ونفس الشيء هنا لو أجيت على loop back حكيت له passive، فأنت بتستفيد من هذا الموضوع بشكل كبير. كمان هون إيش كمان بلزمنا من هون؟ خلينا نتاكد انه كل الراوتس موجوده عندي. احنا شايفين انه عندي الراوت لازالت موجوده. طيب لو حكيت له بينج حاليا، لا او رن بينج، ليش؟ لاني انا بالكونفيجريشن مود، رن بينج 10.2.2.2، فانا بقدر اتصل بلو باك انترفيس. يعني هاي بس، هاي كل اللي انت بتحتاجه عشان تعمل كونفيجريشن لا الى OSPF. بنقدر هنا يعني نحكي له set مثلا protocols OSPF area 0 interface EM 0، وبعدين نحكي له هون authentication. شايفين هون authentication. طيب نشوف ال authentication بيعطينا، في عندك simple password او MD5. simple password انتو شايفين هنا ما في غير بدي اضع باسورد. يعني لو حكينا لو مثلا جوني بار مثل هيك او اي اسم بدك اياه، لكن ال MD5 هنا بدك تعطي كي اي دي. مثلا خلينا نعطي 10. مثلا ايش الكي؟ الكي تبعي كي فاليو، زي طبعا هاي بدك تكون عامل كي تشين للام دي 5 اوثنتيكيشن، او بنحط كي هون. خلينا نجرب نعمل جونيبر وستارت تايم. الان بدك تضع ستارت تايم، طبعا ما في عندك الخيار اللي هو ناو، لكن هو موجود يعني. فستارت تايم ناو، وهي كومنت. الآن لو أجيت ألقيت نظرة هون على الكونفيجريشن موجود عندك أو على الراوت، راح تلاحظ أنه يعني إذا ما استعجلنا بالأمر هذا راح نفقد النيبرز، يعني نفقد الجوار تبعنا. بهيك نفقد الراوت، نفقد شو. طيب run show OSPF neighbors. فتو شايفين لحديت الآن، بس هنا انتبهوا للديد. ديد خلال 9 ثواني، هون ديد ما في، بطل في عندي neighbors. طب نشوف هون ما في عندي كمان neighbors، لكن أنا بكل بساطة باجي هون بحكي له set protocols OSPF area 0 area 0 interface EM 0 authentication MD5 key ID 10 مثلا، 10 يعني مش ضروري، لكن key مثلا هاي جوني بار. تأكد من الكتابة 100%. start time now، حكيت لكم now مش موجودة لكن راح يأخذها ويعمل يعني يأكد انها ناو. ناو تحكي لي الوقت الحالي، يعملها ستارت تايم، فانت حاليا راح يبدأ
يبحث عن نيبرز، واحنا ملاحظين انه بخلال الثواني هاي اللي انا عملنا فيها كونفيجريشن، يعني شايفين هنا شو او اس بي اف نيبر ما في، لكن الان صار في عندي شو راوت، ففي عندي الراوت كاملات. نعمل بينج اذا موجود عندي، وعندي بينج بشكل كامل. هيك احنا عملنا كونفيجريشن للاو اس بي اف، وعملنا بس يعني ام دي 5 اوثنتيكيشن يعني بسيطة. شكرا لاستماعكم، السلام عليكم ورحمة الله.